Good morning, ladies and gentlemen. Today I will lecture about Act 5, Scene 1 for third year students, in which we will tackle this final act from Julius Caesar by William Shakespeare. اليوم راح تكون محاضرتنا طلبة المرحلة الثالثة في كلية الآداب، واللي راح ناخذ المشهد الخامس، عفوا الأكت الجزء الخامس والأخير من يعني مشاهد الجزء الخامس والأخير من الأكت الخامس مسرحية جوليوس سيزر للكاتب الإنجليزي العظيم ويليام شكسبير. نشوف هنا أنا يعني بكل بساطة أنه أنتوني أوكتافيوس أراد at the battlefield at Philippi يعني أنت the battlefield at Philippi، ودخلوا لساحة الوغى ساحة المعركة في منطقة فيليبي مع يعني مع بساطة مع جيوشهم، وان العدو ايضا دخل هو على اهبه استعداد. انتوني gives an order for Octavius to attack from left. طلب من اوكتافيوس ان يهاجم من جهه اليسار، ولكن يعني اصر لانه يقاتل او يحارب او يهجم من جهه اليمين او الجناح الايمن للجيش اوكتافيوس. وهذا يثبت قوة شخصيته وعناده، هو راح يكون الحاكم المستقبلي الروما. نشوف هنا أنا طلابنا بكل بساطة، عدنا يعني عدنا بروتوس وكاسيوس تيتينوس ليسيوس مارسيلوس، معسكر متآمرين يدخلون مع جيوشهم. هنا أنا كان يعني بدأ أنتوني يطلق على أوكتافيوس كلمة سيزر، لأن هو الابن المتبنى سيزر، وهو راح نشوفه راح يكون حاكم مستقبلي لروما، وأي حاكم بعد يعني أوكتافيوس راح يكون يلقب بسيزر. Responds that I will wait for the enemy to attack. Antony and Octavius go to meet Brutus and Cassius. طبعا هنا راح ينتظرون العدو وهو يهاجم، وراح يصير لقاء ما بين قادة الجيوش الأربعة اللي هم أنتونيو أوكتافيوس، معسكر السيزاريان والأنتي سيزاريان بروتوس أند كاسيوس، يعني جماعة سيزر واللي ضد سيزر، وبدأوا يتبادلون أهاين. وأوكتافيوس طلابنا أقسم that Caesar's death to be avenged and not so's lie and to Caesar name himself the death of traitors. يعني قال هنا سيفي ما راح، سحب سيفه وقال سيفي ما راح يغمد إلا بقتل جميع المتآمرين على يدين سيزر، يقصد أنه هو سيزر القادم والحاكم القادم من روما. وتبادلوا أهانات أخرى. Brutus calls Lucius to talk privately. Cassius calls Marcella. كل قائد من جيش المتآمرين سحب يعني الآمر مالته أو يعني القائد العسكري الميداني مالته حتى يتكلمون. هنا نشوف كاسيوس أخبر Marcellus that there are two let's say bad omens. أكو نذيرين شوم. أولا two mighty eagles نسران عملاقان وقف وين وقفن ذن طلابنا على banners of the army على يعني رايات الجيش وأكل من إيدين جنود بعد ravens crowns crows and other scavengers bears cycle over the troops as they were diseased and weak prey وأيضا الغربان والطيور القمامة تطير فوق الجنود كأنهم هم فريسة سهل التهامها. هذا قال لأنه the future looks uncertain إنه يعني Cassius tells Brutus that the future looks uncertain إنه مستقبل لا يبدو واضح and that may they never see each other قد لا واحد يشوف الثاني مرة أخرى. Cassius asks Brutus if he led the Rome captive as a captive يعني قال له انت تقبل نفسك تعتقل وتكون تهان ويسحلوك بشوارع روما. بروتوس رد عليه that he will die rather than go to as defeated prison. قال له افضل الموت على ان اسحب يعني بكل بساطة كسجين او اسير حرب.
The battle represents the final stage in the struggle for power that begins with the murder of Caesar. وإنه هذه المعركة هي آخر مرحلة من نهاية الصراع اللي ابتدى بمقتل جوليوس سيزر. بالأكت يعني أكت 5 سين 2 المشهد الثاني من الجزء الخامس نشوف ذا بداية المعركة. بروتوس سنز مارسيلوس تكاسيوس تكاسيوس that he sends weakness in Octavius' Octavius' army and to push forward. بروتوس أرسل رسالة بيد مارسيلوس لكاسيوس بأن هو يحس أكو ضعف في جيش أوكتافيوس ولازم يدفعوا يعني يندفعون لأمام حتى يهزمون جيش أوكتافيوس. بالمشهد الثالث طلابنا نشوف أنه كاسيوس ستانغ with تيتانوس watching the battlefield lamenting its course. كاسيوس كان يوقف على أحد التلال ومن على يلاحظ مجريات المعركة برفقة تيتانوس. بروتوس was correct in noting Octavius' weaknesses. كان أوكتافيوس يعني بروتوس كان طلابنا بكل بساطة محق أنه أوكتافيوس جيش أوكتافيوس عنده نقاط ضعف. The tide of the battle turned him against him. ولكن مجريات المعركة كانت تقف ضده. بندرس runs up to the Cassius to rubs up to Cassius. ركض بندرس Cassius report Antony troops have entered Cassius camp حتى يرفع تقرير أنه معسكر Cassius طلابنا تم اقتحامه من قوات من قبل قوات أنتوني. He advised Cassius to flee ونصح Cassius أن يهرب. ولاحظ كاسيوس مجموعة يعني تاننتس اللي هي مجموعة خيام تحترق وأكد لتيتانوس that they are his إذا قال لذين يملكنا تابع المعسكراتنا. كاسيوس noticed a series of advanced troops وشاف كاسيوس من أعلى التلة مجموعة من الجنود قادمين تجاههم. أمر تيتانوس to ride and instruct him to find out whose troop they are. قال له امتطي حصانك وشوف لي دولة تابعين يا جهة. هنا كاسيوس asked بندرس to ascend a nearby hill and mentor تيتانوس progress. قال له أصعد على أقرب تلة. طلب يعني كاسيوس من بندرس يصعد على أقرب تلة يعني تلة أعلى ويلاحظ شنو راح يصير ويا تيتانوس. Benderus tells that Tetanus was surrounded by unknown men. Benderus قال له لا دول حاطوا يعني قال لي كاسيوس انه تيتانوس تم احاطته برجال غير معروفين. Distraught at this news on his best friend capture. كان محبط من هذه يعني طلابنا هذه الاخبار والقاء القبض على صديقه. فكاسيوس gives Bendus a sword and covers his own eyes as Bendus to kill him. غطى عيونه وانطى السيف المن طلابنا انطى السيف لبندرس وامره بقتله. بندرس complies وافق وطعن يعني طعن كاسيوس يعني خادم طعم سيده على اوامر سيده. فهنا كاسيوس last words كانت كلمات الاخيره كاسيوس. Cassius now have been revenged by the thy sword that killed him. يعني Caesar have been revenged by the very sword that killed him. قال إنه Caesar تم انتقام له بنفس السيف اللي قتله. Titinus طلابنا entered with Marcella and Antony forces defeated those of Cassius. Brutus legions allied to defeat those of Octavius. وهنا طلابنا كان أنتوني جيش أنتوني قد هزم جيش كاسيوس وجيش يعني أو فيالق بروتوس كانت على يعني تجمع حتى تهزم أوكتافيوس. ولكن مجموعة رجال في هذه الأثناء أخبروا that they discovered Cassius body and Tetanus. Tetanus لاحظ عفوا هنا أنه شنو اللي صار. On the man embraced Tetanus may have appeared and Bendus as a capture. هنا لما حاطوا الرجال وسلموا وحضنوا تيتانوس كان من بعيد يبدو كأنما تم اعتقاله.
او هذا يعني مس بيرسيفد، تم فهمه بشكل خاطئ. هنا نشوف ذا تشير يونيون ريونيون اوف ذا از بلادي ثيرستي ثروز، والصياح او الهلاهل اللي استقبل بها تيتانوس كانت تبدو من بعيد كانما الكاسيوس وبندرس، كانما هي يعني زئير متعطش للدماء. مارسيلوس ديبارت وذ تراجيك نيوز تو بروتوس، غادر مارسيلوس مع هذه الاخبار السيئه لبروتوس. تيتانوس ما استحمل طلابنا، ستاب هيم سيلف اند دايز، طعن نفسه ومات. ونشوف انه بروتوس طلابنا دخل يعني وشاف وين مارسيلوس عن مجموعه رجال وصاح سيزر از ريبن ريفنج، سيزر يحصد الانتقام. بروتوس اوردرز that Cassius' body is taken by away. أمر بروتوس أنه جثة كاسيوس تأخذ بعيدا. Struggle again with the armies of Antonio Octavius. وطلب من الرجال أن يستعدون يقاتلون مرة أخرى أنتونيو أوكتافيوس. في تحليل هذه المشاهد طلابنا نشوف أوكتافيوس وإصراره على اتباع عراته راح تخليه قائد، وايضا هو chosen Octavius Caesar chosen successor، وانه خليفة سيزر. On his adopted son and father، هو الابن المتبنى يعني الوالد جوليوس سيزر، لذلك يلقب Octavius Caesar. Just as Caesar transformed his name from that of mere mortal into that of divine figure the title of Rome، أصبح اسم جوليوس سيزر هو لقب الحكام روما في ما بعده. عندنا أيضا فكرة قوة الكلمات، الكلام طلابنا يكون مرات أقوى من الضربة، يعني أقوى من خلينا نقول بالعامية الرايج دي. بروتوس use of erratic يعني كان مدمر، استخدام بروتوس يعني للكلام كان مدمر مثل ما قتل جوليوس سيزر، وهو كان يعني خائن جوليوس سيزر ومنافق، لأن كان يهتف جوليوس سيزر بنفس الوقت قتله. وهذا دليل على أن السياسيين they will not يعني they use every mean to achieve their goals، يستخدمون أي وسيلة حتى يحققون غاياتهم. The murder of Caesar is answered only blood، ونشوف أن قتل جوليوس سيزر سوف يجاب عنه عن طريق الدماء. عندنا أيضا the tragic circumstances of Cassius' death، قتل كاسيوس نفسه هو عبارة عن misinterpretation، تفسير خاطئ. وعندنا أيضا أنه قتله بنفس السيف اللي قتل جوليوس سيزر، أنه جوليوس سيزر جاي يحصد continuing power، جاي يحصد يعني كأنه ما يستمر بسلطته كأنه ما عايش. Cassius' death as doing unvengeable، طبعا هنا قتل يعني او مقتل كاسيوس وانتحاره كانما يبدو عمل انتقامي من قبل روح جوليوس سيزر. عندنا ايضا مس انفورميشن، معلومات خاطئه قادت كاسيوس كوم سوسايد، واللي كان سببها بندرس الخادم وعدم فهمه الاحداث. ونشوف انه بندرس allow the slave flees to his freedom، بندرس الخادم يعني هرب بحريته. وكاسيوس عن his noble deeds history will not remember him kindly، وكاسيوس وفعاله الشائنة سوف لن يذكرها التاريخ بطريقة رحيمة، يعني دائما التاريخ سوف يلعن كاسيوس وفعاله. I hope you enjoyed this lecture. We'll see the upcoming video with the final lecture. The final video for the analysis and the summary of this play.